الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اجتمعنا اليوم هذا الاجتماع الخامس الفرعي للجنة حقوق الإنسان. اجتمعنا مع وزير الداخلية حول قضية البدون، وأثرنا ما تكلمت عليه المرة السابقة حول الجناس التي تعطى في البطاقة المدنية أو قيود أمنية أو عدم تسجيل المتقاعدين في الجهاز المركزي، متقاعدين من الداخلية والدفاع. أثرنا هذه القضايا وحتى الالتماسات التي أتت إلى اللجنة، وجزاه الله خير رحب وأخذ هذه الالتماسات لحلها بإذن الله عز وجل. لكن في هذه القضايا قررنا أن نضع إن شاء الله مدة زمنية معينة للقاء مع الوزير لوضع حلول جذرية بإذن الله عز وجل لهذه القضايا المثارة، وهو وعدنا، وبإذن الله خلال شهرين من هذا اللقاء سنلتقي على هذه الحلول الجذرية. ما سنتكلم به أو ما تكلمنا به ما نريد إثارته إعلامياً الآن، لكن كلنا بالاتفاق مع معالي الوزير على أن يجب أن تحل هذه القضية في أسرع وقت. تكلمنا على اللجنة السابقة، لجنة الجوازات المزورة، وما اتفقنا عليه 7000 جواز مزور. كانت القضية اللي راجعة والجهاز 300، وبينا احنا السبب ان الزام بتعديل الوضع. هم قالوا الرد ان لابد من تعهد بتعديل الوضع لمن لا يملك احصاء 65، وهذا اجراء روتيني من اجل ان نضع له الحلول في التعليم وفي الصحة وفي الداخلية، و12 جهة في الدولة تحل قضيتهم، قضية الجوازات المزورة، إذا خذوا هذه البطاقة، ما تسمى بطاقة ضمان صحي أو غيرها. لكن مؤقتاً هذا هو الحل هنا بالنسبة للجوازات المزورة. وأنا بدوري يعني أقول لابد من مراجعة اللجنة هذه. صحيح المطالبة بتعديل الوضع لمن لم يحمل إحصاء 65 هذه مطالبة يجب أن تذكر في هذه الورقة، لكن حتى تحل القضية وترفع بعض القيود الأمنية وغيرها. احنا متفقين على أن هناك معاناة، وذكرنا هذه المعاناة لوزير الداخلية، وبينا أن هذه المعاناة لم تنتهي بل تفاقمت، ويجب أن توضع حلول جذرية، حلول مؤقتة، ويعني إلزام الناس بأمور ما يمكن أن يلتزموا فيها وفيها آثار يعني كثيرة خطيرة على الدولة ما يمكن تستمر. فإن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله عز وجل نضع يعني نقاط الحل مع وزارة الداخلية، وإن شاء الله الحلول الجذرية خلال شهرين بإذن الله عز وجل لهذه القضية واللي تتبناها
السلطة الحمد لله عز وجل الآن أن يجب أن يحل هذا الملف، يجب أن يحل هذا الملف بأسرع وقت. هذا بالنسبة لقضية البدون. من جانب آخر حددنا إن شاء الله الجلسة القادمة والأحد القادم اللي بعده لمناقشة ما أثير في الاستجواب، استجواب وزيرة الشؤون من قضايا إنسانية. كل ما أثير سندعو الوزيرة حول كل ما أثير في الاستجواب من قضايا إنسانية، سواء المعاقين أو المساعدات وغيرها من قضايا إنسانية أثيرت في هذا الاستجواب، سنبحث إن شاء الله في اللجنة من ناحية إنسانية، وإن شاء الله نلتقي بوزيرة الشؤون لمتابعة ما أثير إنسانيا في هذا الاستجواب. هذا ما عندي، وأريد أن أنوه إلى أمر كذلك ثالث، وهو الشكر للجنة الشؤون التشريعية على إقرارها لقانون سجن النواب اللي قدمناه في أثناء الجلسة، أن لا يسجن النائب إلا بعد حكم بات. إقرار هذا القانون مهم جدا. اليوم لو افترضنا رأي النيابة اللي قدمته للمحكمة وأخذ القاضي برأي النيابة في قضية دخول المجلس، النيابة واضحة اليوم أن الإجراءات كانت باطلة، عدم الاستماع للدفوع وعدم التبليغ. لو افترضنا القاضي أخذ بهذه الإجراءات، شنو مصير هؤلاء النواب اللي سجنوا لنقل ظلما بعد إبطال هذا الحكم؟ طبعا أنا أقول الآن أمامنا واقع واضح جديد بعد رأي النيابة. لو افترضنا أخذ القاضي بهذا الرأي، هل يجوز سجن النائب وبعد ذلك يتبين الإجراء باطل؟ هذا أمر مو إحنا قاعد نفترضه من بعيد، لا، الآن واقعة سابقة تاريخية دعتنا إلى هذا التشريع. اليوم هذا التشريع تشريع مهم جدا، يحفظ حق الأمة، يحفظ حق الأمة من خلال ممثليها. لا يسجن من يمثل الأمة ومن لا يملك أصلا أن يتنازل عن حصانته، ما يملك. يعني واحد يقول والله هذا حق ويملكه مثل حق السيارة ولا غيره ولا، لا هذا غير، هذا من النظام العام. حتى عضو مجلس الأمة لا يملك أن يتنازل عن هذا الحق، حق الحصانة البرلمانية. لذلك نحن حفظناه من خلال هذا التشريع، عضو مجلس الأمة لا يسجن إلا بعد حكم بات. ونشكر اللجنة التشريعية من وافق منهم على هذا القانون، وأنا حتى وعدت الأخ طلال الجلال قلت له راح أشكرك لأنك من الثلاثة اللي من خمسة اللي وافقت على هذا القانون مع الأحمد السبيعي والدلال، لأن كما قلت اليوم هذا قانون تحتاج الأمة في مثل هذه السابقة، وليس هو ببدعة، إنما هو موجود في بعض القوانين لبعض الدول أنه في كل الأحوال لا يجوز سجن النائب إلا بعد حكم بات. نسأل الله أن يفك عوق جميع المساجين في قضية دخول المجلس والمحكومين،
ونسأل الله أن يفرج عنهم عاجلاً غير آجل بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.